اليونان ستظل عضوا داخل الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزب سيريزا اليساري المتشدد وثاني أكبر قوة سياسية في البلاد. هكذا عبر زعيم الحزب أليكسيس تسيبراس خلال ندوة صحفية عقدها خلال الزيارة التي قام بها إلى ألمانيا في انتظار نتيجة عادة الانتخابات التي من المقرر أن تتم في 17 من حزيران يونيو المقبل، والتي تعد بمثابة اقتراع مباشر حول اختيار استمرار اليونان في اليورو من عدمه. لقد كررت ذلك عدة مرات، يقول أليكسيس تسيبراس، إن إجراء الانتخابات يوم 17 يونيو لا يعني أننا سوف نغادر منطقة اليورو، بل على العكس فذلك يعني فرصة كبيرة لإنقاذ اليورو. الاستمرار في سياسة التقشف والإقراض هي المشكلة الكبيرة. إذا توصلت الأمور على هذا النحو فستكون اليونان في حاجة إلى حزمة إنقاذ ثالثة في غضون أشهر قليلة من الآن. تعقد أوضاع اليونان على هذا النحو السريع أدى إلى دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن البلاد ستضطر إلى ترك منطقة اليورو لا محالة وإنهاء عضويتها، إلى أن ذلك سيكون بمثابة كارثة للمنطقة وأيضا للأسواق العالمية.